ميني بيتزا النهاردة هنعمل مع بعض أصل ميني بيتزا. علشان نعمل ميني بيتزا هنحتاج معانا مع بعض 1 كيلو من الدقيق، مع معلقة كبيرة من الخميرة الفورية كنت مختبراها، مع معلقة سكر وكوباية من المية الدافية، مع كيس من اللبن البودر، كمان معايا نص كوباية من الزيت، مع كيس من البيكنج بودر، وكمان رشة من الملح. هنبدأ نعجن كل المكونات بتاعتنا ونسيب العجينة بتاعتنا لحد ما ترتاح وتختمر حوالي ربع ساعة. بعد كده هبدأ ان انا اقطع العجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهنجهز الصلصة بتاع البيتزا اللي عبارة عن صلصة طماطم وثوم مهروس، ورشة من الملح ورشة من الفلفل. وبعد كده هنفرد العجينة بتاعتنا ونبدأ ان احنا ندهنها بالصلصة، وبعد كده نوزع باقي مكونات البيتزا بتاعتنا اللي هي عبارة عن طماطم وفلفل اخضر وزيتون شرايح وجبنة مشكلة. انا بستخدم جبنة الحمد، بتبقى حلوة فيها جبن مشكلة زي ما انتوا حابين تستخدموا اي نوع جبنة. طبعا الكيلو هنا عمل لي كمية كبيرة جدا، طبعا احنا عارفين الحاجة غليت، ولو جبنا من المخبز بيتزا يعني مش هيكفينا من حوالي 40 جنيه. لا انت هتعملي كمية كبيرة جدا، هتكفي ولادنا للمدرسة وللفطار وللعشاء، وكمان هي سهلة وسريعة. بعد كده دخلت البيتزا على درجة حرارة متوسطة في الفرن حوالي 10 دقايق، وطلعت معايا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، طلعت هشة وجميلة وبألف هنا وشفا. انتظروني فيديو جديد من فيديوهاتي على قناة سفر الدودو، ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.